أهلا بكم. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع مذكرة تفاهم بشأن تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل مركز للبيانات الخضراء. تستهدف مذكرة التفاهم إنشاء مركز للبيانات الخضراء مزود بحوالي 200 ميجا وات طاقة كهربائية مولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وبموجب مذكرة التفاهم يتم التنفيذ للمشروع تحت مظلة المناطق الحرة الخاصة على مرحلتين، ويعمل المشروع على تصدير الخدمات الرقمية المقدمة للعملاء المستهدفين حول العالم. ويأتي هذا ضمن جهود الحكومة لتنفيذ مشروعات مراكز البيانات الخضراء التي يعتمد تشغيلها على إمدادات الطاقة المتجددة، وفي ضوء ما تتمتع به مصر من وفرة في مصادر الطاقة المتولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية حق الانتفاع لمشروع إنتاج طاقة الرياح بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1.1 جيجا وات، وباستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار. يعد هذا المشروع الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم. وسيسهم المشروع في خفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير نحو 840 ألف طن وقود سنوياً، وإتاحة نحو 6000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى توفير الكهرباء لنحو 1 مليون وحدة سكنية. أجرى الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور واشنطن حالياً والمكون من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي، أجروا مباحثات جيدة وبناءة وإيجابية مع جانيت يلن وزيرة الخزانة الأمريكية ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا. وخلال اللقاء أكد الجانبان أنهما يتطلعان إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتسق مع حرصهما على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. واتفق الجانبان على أن هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة تتطلب تضافر الجهود الدولية لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية بالدول النامية والاقتصاديات الناشئة. كما استعرض الوفد المصري سبل تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، لافتا إلى حرص الجانب المصري على استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الداعمة للقطاع الخاص وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي وعملية التنمية. من جانبها أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية على الدعم القوي لمصر وبرنامج الإصلاحات الذي تنتهجه لتعزيز اقتصادها ودعم التوجه نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام، معربة عن استعداد وزارة الخزانة الأمريكية لمواصلة العمل المشترك بشكل وثيق مع مصر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية. هذا واجتمع الوفد المصري مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، حيث أكدت كريستالينا جورجيفا أن صندوق النقد الدولي سيظل شريكا قويا لمصر في هذه الأوقات الصعبة. أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الإجمالي الجمهورية 194.2 نقطة لشهر ديسمبر الماضي، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً بمعدل 35.2 مقابل 36.4 لشهر نوفمبر 2023. وقال الجهاز إن أسباب هذا الانخفاض ترجع إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.1%. وبلغ معدل التضخم الشهري الإجمالي الجمهورية بنسبة 1.2% لشهر ديسمبر 2023 مقابل 9% لشهر نوفمبر 2023. تتواصل جهود الدولة في النهوض بقطاع البترول، وفي ذلك الإطار شارك طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ممثلا لمصر في افتتاح مؤتمر ومعرض التعدين الدولي بالعاصمة السعودية الرياض. يناقش المؤتمر مستقبل قطاع التعدين واحتياجاته والتحديات التي تواجهه والمتغيرات الطارئة مع طرح الحلول لها. ويهتم المؤتمر في نسخته الجديدة بموضوعات العرض والطلب على المعادن الأكثر استخداما في تحقيق توجيهات العالم نحو التحول للطاقة الخضراء من خلال منصة للنقاش بين الدول المنتجة والمستهلكة للمعادن. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وزادت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 90% ليصل إلى 78 دولارا و49 سنتا للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لغام حرب تكساس الوسيط بنسبة 1.7% ليصل إلى 73 دولارا 31 سنتا للبرميل، وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 97% لتصل إلى دولارين و67 سنتا للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.61% لتصل إلى 3.07 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال مصدر بمصرف لبنان المركزي إن لبنان اضطر لتأجيل إطلاق منصة جديدة لتداول العملات بسبب التوترات في الجنوب. وأوضح المصدر أن القصف الإسرائيلي المتواصل على جنوب البلاد منع قدوم الخبراء الأجانب المشاركين في عملية إطلاق المنصة، لذلك تم تأجيل العملية لحين عودة الهدوء إلى الحدود مرة أخرى. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منظومة الميزانية الروسية مستقرة رغم القيود والعراقيل التي يحاول الغرب وضعها أمام الاقتصاد الروسي. وقال الرئيس الروسي خلال زيارته لمدينة أنادير إنه تلقى تقريرا من وزير المالية أنطوان سولوناوف حول الوضع المالي في البلاد خلال العام الماضي وخطط العام الجديد 2024، مشيرا إلى أن نظام الميزانية الروسية حسب التقرير مستقر ويتطور بثبات. Светогор, потом в другую тепличку пойдем, там будет Мева. Тут же, видите, вот тает он, истекает и в резервуар. Крутой огурчик прям.